تدبير الاحياء الجامعيه في ظل في ظل جائحه كورونا واغلاقها هذه الاحياء الجامعيه منذ شهر شهر مارس من السنه الماضيه الفتره اللي, اللي تم اتخاذ مجموعه من القرارات المتعلقه على مستوى التعليمي العالي بايقاف الدراسه حضوريا واغلاق الاحياء الجامعيه هذه القرارات بقات مستمره على مستوى الدخول الجامعي تنظيم امتحانات اللي تمت بتنسيق مع السيدات وساده رؤساء الجامعات مجموعه من المراكز لتخفيف الضغط على الطالبات والطلبه من ناحيه التنقل والسكن ان كانوا قاطنين بالاحياء الجامعيه او غير قاطنين بالأحياء الجامعيه هذا الوضع مازال مستمر لحد الان لانه مرتبط بالاساس بتدابير احترازيه متعلقه بالصحه ديال الطالبات والطلبه القاتل من الاحياء الجمعي ولكن ايضا بالموظفين والموظفات الذين يشتغلون بهذه الاحياء حاليا عمليه التلقيح انطلقت في العديد من المدن الجامعيه انطلقت وطنيا وفئه موظفي موظفات التعليم العالي ومنهم موظفي وموظفات الاحياء الجمعيه سيستفيدون من هذا اللقاح وبالتالي هناك مجموعه من الصور التي يتم الشغل عليها من اجل اعاده اعمار واعاده فتح الجامعيه تدريجيا في وجه الطلبه والطالبات كيف قلت الاغلاق الاحياء الجامعيه وقرار آه ياتي من باب التدابير الاحترازيه ضد تفشي وباء كورونا كيف تعرفوا الاحياء الجامعيه تستقبل ما يزيد عن خمسين ألف طالب وطالبة قاطن بالأحياء الجامعية في ما يزيد عن 16 مدينة جامعية كبرى هذه الأحياء الجامعية كمعدل الطلبة القاطنين فيها تتعدى 3000 طالب وعدد القاطنين بالغرفة الواحدة يتجاوز أربعة قاطنين وبالتالي التفكير في تدابير للتباعد الجسدي تدابير تحترم البروتوكول الصحي الذي يقضي ب تواجد الاكثر طالبين بالغرفه الواحده لا يمكن تطبيقها او التاكد من احترامها وبالتالي كان لزاما من اتخاذ هذا القرار الذي هو قرار اقول واؤكد عليه قرار صعب ليس بالسهل اتخاذه ولكنه قرار يمكن من التاكد ان الاحياء الجامعيه او المدن الجامعيه لن تتحول لبؤر لتفشي الوباء. كما قلت الوضع هي يرتبط بالاساس بتطور الوضع الوبائي ببلادنا بتطور مسلسل التلقيح وانخفاض او ارتفاع عدد الحالات المسجله الحمد لله المعطيات المتوفره المنحه التنازلي لعدد الاصابات عمليه كيف قلت ديال التلقيح انطلقت وبلدنا الحمد لله من بلدان المتقدمه في هذا الباب هذا دونك من المأمول إن شاء الله الرحمن الرحيم أن يكون انفراج في الوضع الصحي وبالتالي إعادة إعمار أو إعادة فتح الأحياء الجامعية. للتوضيح هو أنه مجموعة من القرارات التي اتخذت من أجل تدبير الجائحة هي قرارات صعبة ليست هناك قرار قد يرضي قد يرضي الجميع. اكيد ان هناك مجموعه من الطلبه والطالبات الذين تضرروا من عمليه الاغلاق اكيد ان هناك العديد من الطلبه الذين يحتاجون الى السكن من اجل الحضور الى الدروس الحضوريه او اجراء الامتحانات لكن كما قلت تم تغليب هذا الجانب في انتظار رؤيه اوضح والتاكد من ان الوضع لا يشكل خطر لا على صحه الطلبه والطالبات ولكن ايضا على جميع المرتفقين بهذا المرفق الحيوي